نشرة الخامسة من التلفزيون المصري، مرحبا بحضراتكم. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ معكم الخامسة بالعناوين. الرئيس السيسي يثمن الشراكة مع إنيا الإيطالية ويوجه بتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتي تطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون المكثف مع شركة إنيا الإيطالية وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها في مصر. جاء ذلك خلال استقبال سيادته وفدا من شركة إنيا الإيطالية للبترول برئاسة السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة. وخلال اللقاء ثمن الرئيس السيسي الشراكة القائمة مع الشركة الإيطالية وأنشطتها المتعددة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من شركة إني الإيطالية للبترول برئاسة السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ثمن خلال اللقاء الشراكة القائمة مع شركة إني الإيطالية وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، معرباً سيادته عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وموجهاً سيادته بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها. من جانبه أعرب رئيس شركة إني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً على ما تمثله مصر من أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، لا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي. وقد استعرض السيد ديسكالزي تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، وذلك بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وكذا تصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما حالياً، وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط، وذلك في إطار رؤية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة. كما تم أيضاً عرض إسهامات شركة إني في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في ضوء استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة السفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا سيادته حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحاً أوراق اعتماد 18 سفيراً جديداً، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة السفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً سيادته حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. حرس الشرق، سلام الجمهورية الفرنسية، سلام سلام. سعادة سفير الجمهورية الفرنسية، سعادة سفير جمهورية أرمينيا،
سعادة سفير الجمهورية الإيطالية، سعادة سفيرة الاتحاد السويسري، سعادة سفير جمهورية أوزبكستان، سعادة سفير اليابان، سعادة سفير منغوليا، سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سعادة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة سفير جمهورية مالطا، سعادة سفيرة جمهورية النيجر، سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة، سعادة سفير جمهورية صربيا، سعادة سفير جمهورية مالي، سعادة سفير جمهورية سيراليون، سعادة سفيرة الجمهورية السلوفاكية، سعادة سفير جمهورية السنغال، سعادة سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عزم الحكومة تنفيذ مشروعات ضخمة للهيدروجين الأخضر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة. تأكيدات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماعه مع وزيرة خارجية النرويج، حيث شهدا توقيع اتفاقيتين لتطوير مشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. نتطلع لزيادة الاستثمارات النرويجية في مصر، هكذا تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة الخارجية موجها للدعوة لشركات بلادها للاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة. شراكة مصرية ترى فيها النرويج فرصا لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر وزيادة حجم الشركات العاملة في السوق المصري. وبحضور وفدي البلدين بدأت جلسة مباحثات موسعة. رئيس الوزراء أشاد بالوتيرة المتسارعة لزيادة حجم الاستثمارات النرويجية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والإنتاج السمكي، توجه من الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات ضخمة للهيدروجين الأخضر لتصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، إضافة لحشد تمويل لإفريقيا لدعم تعافيها مناخيا. وعلى جانب النرويج، فكان الحديث لوزيرة الخارجية عاكسا لتقدم مصر الاقتصادي ومدى جاهزية مناخها الاستثماري، وعن تطلع بلادها لدعم مصر خلال رئاستها للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. حديث تواصل عبر التطبيق الفعلي ليشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمار النرويجي وشركة سكاتيك. الاتفاق الإطاري يشمل تدعيم البنية التحتية في مجالات الطاقة بعدد من الدول الإفريقية وتعزيز أمن الطاقة وتطوير ورفع كفاءتها وتسهيل الوصول للطاقة لدعم التنمية في إفريقيا. ولضخ استثمارات النرويجية بإقليم قناة السويس، شهد رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية النرويجية توقيع اتفاقيتين لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وشرائه من المشروع. وبمقتضى الاتفاقية الأولى، ستتولى شركة سكاتيك إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين بقدرة 100 ميجاوات، استثمارات تضع مصر على خارطة إنتاج الطاقة عالمية. حماد العربي، التلفزيون المصري. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية. وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية ومقترحات التعاون في مشروعات أخرى سواء في البنية التحتية أو المشروعات التنموية. وصرح مدبولي بأن الفترة الماضية شهدت الاتفاق على مشروعات استثمارية كبرى مع الأشقاء في السعودية والإمارات وقطر، ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير مزيد من فرص العمل وتوطين الصناعة والتكنولوجيا. قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية
لتنشيط البورصة وجذب الاستثمارات الأجنبية سيتم الإعلان عنها قريبا. وخلال اجتماع مع وزير المالية ومسؤولي الجهات المعنية، قال الدكتور مدبولي إن هناك تكليفات رئاسية بسرعة الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي يأتي إعدادها في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتحديد أنشطة وجود الدولة والقطاع الخاص وسرعة إطلاقها. أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالاهتمام الذي توليها النرويج لقضايا الشرق الأوسط، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النرويجية أنيكن هايتفيلد، قال شكري إن أوسلو تعمل على تحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا عبر انتهاج سياسات متزنة. اهتمام الذي توليه النرويج لقضايا منطقة الشرق الأوسط، الدور الذي لعبته في تقريب وجهات النظر بين القيادة الفلسطينية والإسرائيلية وما تم التوصل إليه من اتفاقات، وتستمر النرويج في أن تنتهج سياسة متزنة تسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام على المستوى الإقليمي والدولي. كما أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالاستثمارات النرويجية في مصر والتي تأتي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التنموية التي تشهدها مصر حاليا، مشيرا إلى أن مجالات التعاون الثنائي تتركز في ملفي الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه. هنا علاقة ثنائية وثيقة في السياسية واقتصادية. الشركات النرويجية مهتمة بزيادة تواجدها واستثماراتها في مصر تقديرا لما حققته مصر في إطار الإصلاح الاقتصادي ووجود عوائد مجزية لهذه الشركات، ونستفيد من خبرتها ومن قدرتها ومن أدائها في دعم المجالات ذات الأهمية بالنسبة لمصر، خاصة في إطار الطاقة الجديدة المتجددة، تحلية المياه، وأيضا الطاقات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر. كان هناك فرصة في مجلس الوزراء أن تشهد الوزيرة التوقيع على عدد من العقود، ونتطلع أن تزيد مجالات التعاون الاقتصادي مع النرويج خلال الفترة القادمة. من جانبها قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هايتفيلد إنها ناقشت مع الوزير شكري ملفات من بينها الأزمة الأوكرانية واستضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم، وأضافت أن بلادها تولي اهتماما كبيرا بمنطقة الشرق الأوسط، معربة عن تقديرها لدور مصر في وقف إطلاق النار في غزة، لافتة إلى أنها بحثت مع الجانب المصري مسألة حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. مملكة النرويج على الرغم أنها في شمال أوروبا فإنها تولي اهتماما كبيرة بهذه المنطقة من العالم، وفي هذا السياق قمت بزيارة فلسطين وإسرائيل وتحدثنا عن حل الدولتين والموضوع الخاص باللاجئين، ونحن نقدر جهود الحكومة المصرية في الموضوع الخاص بفلسطين وإسرائيل وجهودها لدعم وقف إطلاق النار. ودعوني أثني على مصر في إطار استضافتها لمؤتمر البيئة كوب 27 الذي سينعقد في مصر هذا العام، ونحن نتطلع لنجاح هذا المؤتمر. وقبيل المؤتمر الصحفي المشترك، عقد وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته النرويجية أنيكن هايتفيلد جلسة مباحثات ثنائية وموسعة بحضور وفدي البلدين. تطرقت المباحثات إلى تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتحول الأخضر، واستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ كوب 27، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، وأوضح أبو الغيط أن المشاورات اليمنية التي تستضيفها الرياض حاليا تمثل خطوة على طريق الحل السياسي لحقن الدماء وإعادة استقرار اليمن. وشدد أبو الغيط على أن هجمات الحوثي الإرهابية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، يتعين أن يقابلها رد حازم وموحد من المجتمع الدولي. كما أكد أبو الغيط أهمية أن تنظر الولايات المتحدة الأمريكية مجددا في إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية. بحثت وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلي ريد العديد من محاور التعاون المشترك لدعم الجهود التنموية والمفاوضات حول المشروعات المستقبلية، حيث أشادت المشاط بعلاقات التعاون في هذا المجال التي نتج عنها خلال العام الماضي توقيع 7 اتفاقيات منح بقيمة 125 مليون دولار في عدة مجالات. كما بحث الجانبان الفرص الكبيرة للتعاون في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الخطط المصرية المتعلقة بالعمل المناخي، لا سيما في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية كوب 27. كما تطرق الجانبان إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمكين الاقتصادي للمرأة والعمل المناخي. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدول الغربية ستحاول إيجاد سبل جديدة لفرض المزيد من العقوبات على بلاده، وأكد بوتين خلال تصريحات تلفزيونية ضرورة أن تحافظ بلاده على فرص العمل الحالية وتسعى لخلق أخرى جديدة. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إضافة 13 فرد و21 كيانا روسيا لقائمة العقوبات المفروضة على روسيا. كما أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 14 كيانا وشخصا في روسيا، شملت مؤسسات ورموز إعلامية لمواجهة من يدعمون الأخبار والروايات التي وصفتها بالكاذبة. وكان الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي قد حث هولندا وأستراليا على مقاطعة صادرات الطاقة الروسية وفرض حظر على السفن الروسية. أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية أن معظم القوات الروسية التي كانت تحتل محطة تشيرنوبيل النووية قد غادرت المحطة متجهة إلى حدود روسيا البيضاء. في المقابل ذكرت الإدارة العسكرية في أوديسا أن القوات الروسية تعيد تركيب صواريخ كروز على سفن حربية في القاعدة البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم، وأن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تستعد لصد الهجمات. على صعيد آخر، اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بإطلاق قذائف فوسفورية على بلدة مارينكا شرق البلاد. أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط شهر رمضان الكريم داخل المساجد، حيث أشارت إلى أن تكون مدة صلاة القيام نصف ساعة بعد صلاة العشاء، مع الالتزام بعلامات التباعد في المسجد وفتح مصليات السيدات التي تتوفر فيها الشروط. أقام الشعائر على نحو ما أقيمت به في العام الماضي من أداء الشعائر وصلاة التراويح، مع ما وافقت عليه اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء الموقر من السماح بأداء درس العصر وخاطرة التراويح. ونؤكد على الأئمة بأهمية التخفيف بأن تكون خاطرة العصر في حدود 10 دقائق، وأن تكون خاطرة التراويح في حدود 5 إلى 7 دقائق، وصلاة التراويح كما كان في العام الماضي أن تكون في حدود نصف ساعة تقريبا، مع التخفيف على الناس. وأيضا تكثف الوزارة الدروس من خلال البرامج الدعوية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمواقع الإلكترونية وصفحات ومواقع الوزارة، مركزة على الجوانب الإيمانية والأخلاقية والإنسانية.
كما أعلنت وزارة الأوقاف فتح مصليات السيدات وعودة الدروس الدينية والتثقيفية، مع توفير الوزارة 500 طن لحوم إطعام للأسر الأولى بالرعاية وتوزيعها على مستوى الجمهورية إسهاما في خدمة المجتمع. فيما يتصل بمصليات السيدات، أكدنا في اجتماعنا بالسادة مدير المديات على الاهتمام بمصليات السيدات وعلى فتحها للصلاة بإشراف إمام المسجد والعاملين فيه. كذلك وافقت اللجنة العليا على السماح بموائد الإفطار، وهنا نؤكد على أهمية إطعام الطعام. وفي هذا البعد الاجتماعي حاولت الوزارة أن تسهم في خدمة المجتمع ببعض الأنشطة، منها توفير 500,000 شنطة من السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير 500 طن لحوم، 500,000 كيلو طن لحوم أيضا على الأسر الأولى بالرعاية. والبرامج ممتدة من خلال صكوك الإطعام ثم صكوك الأضاحي في خدمة المجتمع. أكدت وزارة التموين أن المديريات التابعة لها ضخت بالتعاون مع المحافظات كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ الثابتة بسعر 95 جنيه للكيلو، كما صرحت الوزارة بتمركز 300 سيارة متنقلة بالقرى والنجوع يباع فيها اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 80 جنيه للكيلو. بشاكلة واحدة بدت الشوارع المصرية على هذا الحال، تنوع كبير في السلع سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو المعارض الرمضانية أو تلك المنافذ التي تبيع اللحوم ب 95 جنيها للكيلو الواحد. كل المنافذ دي بنطرح فيها اللحوم السوداني الطازة ب 95، المجمد البرازيلي ب 85، كان قبل استعدادات رمضان سيادة الوزير خفض السعر 5 جنيه بقى ب 80 جنيه، اللحوم الهندي من أجود الأنواع المجمدة ب 55 جنيه، بالإضافة إلى السلع الحرة والسلع التموينية ويميش رمضان. فهنا يبدو شبيها لأماكن أخرى من حيث اللحوم المعروضة سواء في الجودة أو السعر، والتخفيض يصل إلى النصف عن السوق الحر إنجاز الوصفة. السعر بيبدأ من 95 والكميات متاحة، والوزارة وزارة التموين سعادتك بتوفر لنا الكميات اللي احنا عايزينها، يعني أي كمية من 10 أو 20 عجل أي كمية عايزها بنبعت ناخدها على طول. فكل يوم تضخ الدولة ما يصل إلى آلاف الأطنان من تلك اللحوم السودانية الطازجة لتلبية احتياجات المواطن من اللحوم سواء أكانت مجمدة أو طازجة. حوالي 30 طن لحمة كل يوم على مستوى الجيزة، وعندنا عربيات متنقلة بتبيع لحوم مجمدة ولحوم فريش. الأسعار هنا حلوة ولحمة حلوة بصراحة طازجة. بلدي وجميلة والله، أنا بتعامل هنا على طول. ولأن المنظومة تبدو متكاملة فإن السيارات المتنقلة جاءت تضيف بعدا آخر من التوفير. فهنا يستطيع المواطن أن يختار من بين تلك السلع، خاصة وإن التخفيضات بها تصل إلى 30%. ففي تلك السيارات يستطيع المواطن الحصول على سلع سواء كانت جافة أو لحوم مجمدة، والسعر لا يتعدى 70 جنيها للكيلو الواحد. الأسعار اللي موجودة هنا أسعار اللحوم العاملة 55، بالنسبة للحمة المفرومة عندي عاملة 35 لحم صافي. فتوافر اللحوم بهذه السيارات وانخفاض أسعارها جعل منها ملاذاً آمن من المواطن للقضاء على جشع البعض. الأسعار كويسة وإحنا عايزين العربيات تبقى في كل شارع وفي كل مكان. كويسة جداً وفي متناول للجميع بصراحه. الاسعار كويسه ووفرت معايا 20 جنيه. وبحسب القائمين على الامر فان المخزون الامن من تلك اللحوم الطازجه يتعدى العامين وباكثر من عام للمجمده منها ايضا. رمضان الشحات، التلفزيون المصري. بهدف التيسير على العاملين في الهيئه الوطنيه للاعلام وتوفير كافه احتياجاتهم بمناسبه شهر رمضان المبارك، فقد تم اقامه معرض ضد الغلاء الذي يوفر معروضاته بأسعار تنافسية من لحوم وخضروات ويامش رمضان، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك ويعمل على مدار الساعة. بمقر الهيئة الوطنية للإعلام ولليوم السادس على التوالي يواصل معرض معا ضد الغلاء عرض منتجاته المختلفة من خضروات وفواكه ويميش رمضان بأسعار تنافسية تقل عن ماثلاتها بالخارج بنسب تصل إلى 25%. بالنسبة للأسعار نتكلم فيها فرقة بره بين عن بره تتراوح ما بين 15% ل 25%، بالتالي الحمد لله بفضل من ربنا عندنا إقبال شديد في المبيعات، لأن منتجاتنا بالنسبة للفواكه والخضار
الدار بتنزل يوميا طازجه ولحوم وزبادي والبان وفراخ وكل حاجه دي بتنزل يوميا طازجه تمام. فبالتالي بيكون عليها اقبال شديد لان الحاجات دي كلها يعني انتاج شركتنا واحنا بنجيبها نعرضها لحضراتكم طبعا. وعندنا تعليمات من رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام وسياده اللواء احمد مجاد رئيس مجلس اداره شركه صحيه مصر للتنميه بالتضامن مع مبادره السيد رئيس الجمهوريه بتخفيض الاسعار بان احنا يعني الاسعار تكون في متناول الجميع. العاملون بالهيئه الوطنيه للاعلام اعربوا عن سعادتهم باقامه معرض معا ضد الغلاء والذي تنظم الهيئه الوطنيه للاعلام بالتعاون مع شركه الصالحيه للاستثمار والتنميه بالقرب من مقر عملهم. يعني صراحة فكرة كويسة وفكرة حلوة وتساعد الموظفين ان هو يعني لو حاجات متوفرة وكويسة حاجة لطيفة. انا عن نفسي كنت لسه عمالة اقول ياه لسه هروح المعرض بتاع ارض المعارض اللي اهلا رمضان، فلما لقيت صاحبتي غادة قالت لي لا ده هنا في كذا كذا انبسطت طبعا. ففرصة حلوة وطيبة جدا ان احنا نلاقي حاجات باسعار مميزة. يعني الفكره انك توصلوا للناس بحيث احنا بننزل من شغلنا من مكاتبنا نلاقي الحاجه موجوده اريح واسهل من المشوار والمواصلات هيبقى في فرق طبعا اكيد. هو بصراحه الاسعار هايله فعلا، السعر ارخص من بره. انا اشتريت حاجات كتير من اماكن كتيره لكن هنا حاجات سعر مميز وكل حاجه كويسه. يعني الرز برضو باسعار كويسه والمكرونات والبلح كل حاجات يعني ارخص من بره بكتير ده حقيقي. يعني عشان سافرت بره وجيت هنا برضو لقيت الاسعار هنا احسن من بره بكتير. وتسعى الهيئه الوطنيه للاعلام من خلال تنظيم هذه المعارض للتيسير على العاملين بها في توفير كافه مستلزمات الشهر الكريم باسعار تنافسيه. لمياء موافي، التلفزيون المصري. نظمت وزارة الداخلية عددا من ورش العمل التدريبية للشباب الإعلاميين والصحفيين وطلبة الجامعات تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة. وتهدف الورش إلى تنمية وعي الشباب بمخاطر حروب الجيل الرابع وسبل مواجهتها، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين. استكمالا لسلسلة ورش العمل التدريبية التي تعقدها وزارة الداخلية حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من ورش العمل للشباب الإعلاميين والصحفيين وطلبة الجامعات لتنمية وعيهم بالمخاطر التي يواجهها الأمن القومي وكيفية التصدي لها بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين. تأتي ورشة اليوم في هذا اللقاء مع الإعلاميين والصحفيين والكتاب لخوض حوار عميق وصريح وشفاف وجاد، يتم فيه نقل عدد كبير من الخبرات، ويتم فيه تشبيك مؤسسات المجتمع، ويتم فيه الاصطفاف الوطني بين أرباب القلم وأرباب الكلمة من الكتاب والصحفيين في دورهم المهم والرفيع في نشر الوعي وفي تحصين العقول. ودارت النقاش حول ما هي السياسات الاقتصادية المطروحة في ضوء التحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية، ودور هذه السياسات في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية. الحقيقة كنت سعيدة النهاردة وأنا موجودة في مركز البحوث بأكاديمية الشرطة وأنا وسط طلبة من جامعات مصرية مختلفة بيتكلموا ويسألوا على حاجات تخص الوطن، بيتكلموا على الإعلام وتأثيره على الإعلام وصناعة الوعي على الإعلام والتغييب. خلال هذه الدورات ألقي الضوء على مخاطر حروب الجيل الرابع التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في بث الشائعات وترويجها والتشكيك في الإنجازات والثوابت الوطنية. وقد أشاد المشاركون من الشباب بدور وزارة الداخلية التوعوي في مواجهة الأفكار الهدامة التي تحاول النيل من أمن الوطن، والذي لا يقل أهمية عن دورها الأمني في مواجهة الإرهاب والجريمة. إضافة بالنسبة لي أن أنا أخذ حاجة في أكاديمية الشرطة، ما كنتش أعرف أن الموضوع ده موجود في أكاديمية الشرطة، ورشة بالتنظيم ده بالمحاضرين اللي موجودين ده، قامات كبيرة بتدرس، مواضيع كبيرة بيتم مناقشتها معانا، عدد كبير من السادة الإعلاميين والصحفيين موجودين هنا في الورشة. أعتقد أن هي حاجة وإضافة كبيرة من جانب أكاديمية الشرطة لينا كإعلاميين. أكتر حاجة أنا تحديداً أو شخصياً استفدت منها إيه هو حروب الجيل الرابع؟ إيه آليات الجيل الرابع؟ إيه أدوات الجيل الرابع؟ فعرفت دوري الإعلامي إن أنا إزاي أعرف أفرق ما بين الرسالة دي والرسالة دي.
من أهم المحاضرات اللي أنا حضرتها هي المحاضرات اللي بتتكلم عن الإرهاب ودور الجماعات الإرهابية على مدار الفترات اللي فاتت، وإزاي الأجهزة الأمنية في مصر واجهت ده. من خلال الدورة دي قدرنا نعرف إيه الحلقات المفقودة، قدرنا نربط المعلومات ببعض أكتر، وأعتقد إن ده إن شاء الله هينعكس على خطابنا الإعلامي. الحقيقة الدورة دي مهمة جدا لمواجهة الشائعات، تعلمت منها إزاي أقدر أفرق بين الشائعة والحقيقة. فكرة جميلة جدا من وزارة الداخلية إن هي تقدم ورش زي كده للشباب، وخصوصا الطلبة الجامعيين، يعني لزيادة وعيهم وإدراك أكتر من جهود الدولة ودورهم في محاربة من الفساد والحرب الإلكترونية. مبسوطة جدا بوجودي هنا وفخورة طبعا بده، ومبسوطة كمان بكمية المعلومات اللي أنا اكتسبتها، وبشكر الحقيقة وزارة الداخلية على كمية المجهودات اللي بتعملها عشان تعمل على زيادة الوعي. عقب انتهاء الدورات التدريبية قام المشاركون بزيارة لمرافق وكيانات أكاديمية الشرطة، تعرفوا خلالها على أنشطتها التدريبية والتعليمية لإعداد الكوادر الأمنية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. انطلقت فعاليات الدورة العاشرة للاحتفال بيوم المخطوط العربي تحت شعار إرثنا المخطوط في زمن العولمة، وتستمر الفعاليات على مدار أيام، حيث يتم مناقشة التحديات وآليات الاهتمام بالتراث الإسلامي والعربي، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لحفظ التراث وتوسيع دائرة نشره والاستفادة منه. منذ زمن بعيد تشكلت فيه ملامح الحضارة الإسلامية العربية، امتزج تشكيلها بفنون المخطوط العربي ليكون وعاء حوى تراثا فكريا ومعرفيا عبر مخطوطات نادرة. فكل خط عربي في كتاب ترخ لنوابغ الفكر والثقافة والعلوم، وحمل مشعل حضارة امتدت لنحو 14 قرنا من الزمان. ما زال تراثنا المخطوط يواجه تحديات جمة في جميع مستويات الاشتغال فيه، صيانة وتجميعا ونشرا وتعريفا وتوظيفا، فهو تراث يفوق 3 ملايين مخطوط، منها ما عرفت مظانه ومنها ما لم تصل يد الباحثين إليه، بما يجعله شاهدا حضاريا فاعلا في المشهد الثقافي ومؤثرا في مسيرة البناء الحضاري المتواصلة، مع ما يعني ذلك من استثمار لأدوات العصر من قواعد بيانات وبرمجيات وتقنيات، وتسخيرها لخدمة هذا التراث صيانة ونشرا وإتاحة وتصنيفا. وتحت شعار إرثنا المخطوط في زمن العولمة تم الاحتفال بيوم المخطوط العربي، تاريخ للتراث وتحديات في العولمة، فرصة ليرى العالم روعة التراث العربي وما حمله من مشاعر التنوير والعلم والمعرفة. إن تراثنا العربي المخطوط يمثل رافدا من أعظم روافد المعرفة الإنسانية، ليظل شاهدا على أمرين: أولا عظمة هؤلاء الأجداد، ثانيا إمكانية إعادة الكرة من الأحفاد. مؤسسة العام التراثية دارة الملك عبد العزيز يتسلم الدرع التكريمي معالي الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الله السماري، فليتفضل مشكورا. تكريم لرواد أفنوا حياتهم في حب ورعاية وتجديد التراث والحفاظ عليه وإحيائه من جديد. نحن شرفنا بهذا الاختيار لأن يدعمنا ويقدم لنا أيضا مساندة للرجال والنساء العاملين معنا في هذا المضمار، يقدم لهم أيضا دعم معنوي لعمل مزيد جدا في هذا الأمر. كانت البلاد المصرية دائما هي المنظر الذي والقدوة التي نعتز دائما بها ونتعلم منها. وفي جولة عبر التاريخ تقف مخطوطات نادرة للخوارزمي وأبي بكر الرازي وعلماء كثر، فخر للأمة العربية والإسلامية، فقد أضاءوا عالما ساده الظلام لقرور عديدة. حماد العربي، التلفزيون المصري. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يثمن الشراكة مع إن الإيطالية ويوجه بتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها في مصر. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتي تطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. مسبيرو دوت إي جي فيه المزيد من الأخبار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.